إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خياطة وتدبير وعادة تدبير. فيديو النهاردة عندنا فستان أو كب أو دريل، هنحوله لفستان بنات عمرها 6 سنوات بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا من ضمن فيديوهات إعادة التدوير. يلا تابعونا، اعملونا لايك، اعملونا شير، ونبتدي على بركة الله. أول حاجة فصلت الجزء اللي فوق، فأصبح معايا مجرد جيبة. تمام. في هنا كمان بطانة، في عندي خياطة في الظهر اهو. فانا هفصل بشكل اني اخلي في كمان سوستة، كل ده هشيله. انا كده فصلت اهو، ده كده الظهر بالخياطة اللي فيه، وده الجزء الامامي. تمام. طيب انا هطبق بس الجزء الامامي كده علشان مفيهوش اي خياطات في النص. انا كده طبقت القماش على متني، دي المقاسات 6 سنوات، اللي عايز ياخدها سكرين. عندي عرض الكتف 26، انا باخد نصه 26، نصها 13، وال13 دي بتبقى هنا. بحاول اشوف، ايوه كده كويس 13، وفي عندي 1 سنتي خياطة. تمام. المسطرة بتاعتي اهو اهو، عملت خط الظهر، باخد هنا 5 سنتي عشان دوران الرقبة. يبقى المسافة الباقية، المسافة الباقية دي كده هي عرض خط الكتف، هي خط الكتف. تمام. طيب اهو دورات كده، بيبقى 5 × 5 سنتي، وبنزل هنا 1.5 سنتي في الحريمي، بننزل 3، ده كده بنزل 1.5 سنتي. الجيرو بتاعي بنزل 16 سنتي. ليه 16؟ ما انت قلتي 14، يعني عشان يكون واسع بس سنة، خاصة انها يعني بنوتة بس مليانة شوية، حبة صغيرة كده. باخد الجزء ده كده بالشكل ده بخط النزول، والخط ده كده 16 هو خط دوران السطر اللي انا باخد ربع القياس بتاعه في الورقة زي ما انتوا شايفين. دوران السطر 66 × 4 بالمزورة بتاعتي، وباخد ربع 66 بالشكل ده، وباخد طول الوسط من اعلى نقطة لغاية منطقة الحزام، وهنقول ان هي 31 اهو بالشكل ده. وباخد دوران الوسط على المسافة دي اللي هو 62، في فيديوهات كتير عملتها طريقة اخذ قياسات، هتلاقوا فيديو بعنوان الباترون الاساسي اهو. وباخد الربع المسافة 1 سنتي للخياطة، وباخد المسافة دي بالشكل ده. الطول الكلي للفستان 77 سنتي، ودول باخدهم يعني باخدهم من اعلى نقطة من هنا من الكتف لغاية الطول المطلوب 77 سنتي. تقدري تطولي او تقصري زي ما انت عايزة، 77 سنتي اهو. والمسافة اللي باقية دي هي المسافة اللي انا هتنيها. تمام. طيب انا باخد الجزء الاخير ده كده الوسع على قد ما اقدر اهو، زي ما انتي عايزة اهو. تمام. بالشكل ده هقص علشان نعمل الخلف مع بعض. ده كده الفستان اهو، الجزء الامامي الوانه حلوة جدا، فنفس الامام هو نفس الخلف، وبرضو على متني، ومش هاخد اي مسافات زياده لان انا عندي الخياطه بتاعت النص، فانا هركب فيها على طول السوسته. لو انا هركب سوسته يبقى على طول. تمام. يعني نفس الحكايه، مش هقص اي زيادات خالص، حتى دوران الرقبه هعمله بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين. ده كده الخلف اللي هو فيه خياطه في الخلف، وده كده الامام. اول حاجه بعملها زي كل مره ان انا بكتف
بحط كل كتف على الكتف المقابل ليه اهو، وش القماش على وش القماش بالشكل ده على بعد الواحد سنتي اللي احنا قلنا عليه بالراحة جدا اول ما تبدأي، لان المكنة دي بتبقى سريعة لما بتشغليها مرة واحدة. المكوك باين فاضي خلاص كده، عملت الاكتاف زي ما انتوا شايفين اهو، والناحية التانية نفس الحكاية. طيب انا مش عايزة اعمل كم، ولكن عايزة اعمل بس مجرد شكل كده يعني كم رفيع. تمام شايفين دي بس قماشها مستطيلة ويدوب بس اخدتها دورات، ملهاش قياسات معينة لان انا مش عايزاها تبقى بالكامل، يعني انا يدوب بس هعمل كده الشكل على الكم. تمام الاول بتنيها كده اهو، تنيتين فوق بعض، في شريط دانتيل كمان كده للتزيين. شفتوا بتبقى سريعة، لازم تبتدي بالراحة شوية اهو بالشكل ده. باخد كده النص بالظبط اهو، بعمل علامة النص ده بيكون هو نفسه على الخياطة دي. تمام اهو، وبخيط بالشكل ده دلوقتي، بقفل اهو الشكل ده. لو عايزه تكسمي هنا، لو المقاسات مظبوطه خلاص تمام بتعملي بروفه، ولو محتاجه اي تكسيم بتكسمي. شايفين كده شكله، واحلى حاجه فيه التكسيمه وفي نفس الوقت مجنح، يعني في جناحين اهم برضو مديله شكله حلو جدا. هركب بس دلوقتي السوسته في الظهر، مكانها محفوظ زي ما انتوا شايفين، مش هعمل فيها مجهود، هركب بس على طول. عملت اكتر من فيديو في القناة عن تركيب السوستة، في فيديو اسمه تحدي تركيب السوستة، وفي فيديو اسمه اسهل طريقة لتركيب السوستة السحرية او السحاب السحري. ده تركيب السوستة، افتحها، بتقربي من السنون ولكن ما تطلعيش عليها، لو طلعتي عليها مش هتشتغل. تمام ايدك بتثبت اهو، شايفين اهو، وده كده الجنب التاني. ايدك في القماش، السوسته كده اهي تركبت. دلوقتي اخر خطوه معانا في الفستان هو تشطيب الرقبه، هنعملها مع بعض بسهوله جدا ان شاء الله. تشطيب الرقبه شريط اهو، بلفه بالشكل ده وبخيطه كده اهو. تمام سهله جدا جدا، حتى ده كمان ليه فيديو في القناة مكتوب عليه او اسمه تشطيب الرقبتين، الرقبة بطريقتين عفوا، بطريقتين اسهل من بعض. تشطيب الرقبة بطريقتين اسهل من بعض، الفيديو ده موجود وسهل جدا، بيشرح تشطيب الرقبة بشريط القماش وبالبيه. تمام بالشكل ده لغاية الاخر، هعمل بس تفتيح كده عشان اريح الخياطة، تشريب او تشريح مهمة جدا علشان الخياطة تستريح ما تكونش مشدودة اهو.
شايفين بالشكل ده. هنا انت عايزة تعمليها لياقة كده خفيفة بالشكل ده اهي، تشطيبها حلو، او لو عايزة تعمليها للاخر وطبعا ما يكونش الشريط عريض قوي، تمام. فاحنا هنعملها كده بس نص ونخيطها للاخر. خلاص كده خلصنا، بنعمل مكان للحزام اهو، شريط ستان. نقسمه بالنص، بالشكل ده. نيجي هنا عند منطقة الوسط، طبعا ممكن كنت تعمليها من جوه قبل ما تقفلي، ممكن من بره عادي اهو بالشكل ده، بنعملها بالشكل ده، او بترفعيها زي ما انت عايزه. شايفين الفستان شكله جميل جدا جدا، اعاده تدوير، ممكن من جلابيه او جيبه عندك او اي حاجه اهو. خفيف صيفي، شكله حلو جدا، او اعتقد كذلك يعني، يا رب يعجبكم وينال استحسانكم، تقدري تنفذيه بسهوله. الظهر اهو، الحزام تربطيه في الحته اللي تعجبك. شكرا على حسن استماعكم للفيديو، بشكركم جدا جدا، بس ما تنسوش اللايك والدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.